هذا هو الهونر اكس 9 سي يا جماعه الخير. يا جماعه الخير احنا ضربناه في الجدار طيحناه على مسافه 2 متر. انا ما اشوف اعلى مرحله كسر. سمعت صوت السرعه شوف. حطيناه في المويه لمده 5 دقائق يا جماعة الخير. حطيناه في غلاية وصلت حرارتها فوق 55%. يقولون هونر يتحمل حرارة ويقدر يعيش حتى بأعلى درجة حرارة، هم يقولونها. كم درجة حرارة؟ 65. هم قاعدين 55 وشغال أمور تمام. جماعة الخير وديته في فريزر، حطيت ثلج، أبيه يموت والله. لا شوف عايش، حي يرزق. هذا هو الهونر اكس 9 سي، واللي يتميز للامانه بامكانيات وميزات ومواصفات مقابل سعر خرافي، وحاطين باكج للبري اوردر. اتوقع انه تحفه فنيه ما راح تتكرر، وراح اترك التفاصيل موجوده بخطوات. ابيك بس قبل ما نبدا التفاصيل، اسمه هذا اللون بيربل تيتانيوم، متوفر منه الوان، لكن خذ اللون، طعني خذ اللون، ادعي لي بعدين. اسمع مش حناخذ اللون بس، واسمع الحين انا اكمل بس. هذا الجوال ما شاء الله تبارك الرحمن تكلم عن سباكه ب 7.98 ملم و 189 جرام. لا تنسى انه يملك بطاريه ما شاء الله تبارك الرحمن 6600 ملي امبير من ناحيه حجم البطاريه، حجم البطاريه ضخم جدا على سماكه، وزن جدا مثاليه. ما عمري حسيت في مشكله في الوزن السماكه، لا. ويستخدم السيليكون والكربون، واللي يعني عمر اطول وكفاءه افضل مقارنه ببطاريه الليثيوم. تخيل لو 2% باقي منه، 2% ممكن تسوي مكالمه كامله مده 55 دقيقه بدون اي مشاكل. لا أزيدك من شعر بيت أنه هذا أول جوال حاصل على معي الـ IP65M، واللي يعني أنه على عمق الـ 25 سنتيمتر ومدة 5 دقائق ما عندك أي مشاكل. ومكون هيكل من 3 طبقات وحماية تعرف باسم الـ Honor Ultra Bounce Anti-Drop، واللي يعني على مسافة 2 متر والصلابة الشاملة اللي هي عبارة عن 166% ما راح يقول لك لا. وهذا المعتاد اللي تعودنا عليه من سلسلة X، وهذا اللي فعلا ميزة مقارنة بالمنافسين. صراحة سيت اب مميز جدا جدا مميز، وترى حاصل على شهادة السويسرية من ناحية التحمل، 5 نجوم، الرقم 1 من الاس دي اس. فشيء شيء 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 جدا مجنون. لا مو بس كذا يا جماعة الخير، يعني حتى لو الشاشة تبللت تقدر تستخدم الشاشة، يعني امورك جدا في ستيم. تخيل انه لو حطيته في الثلج او في مكان بارد قارس تحت الصفر 30 درجه مئويه راح يكون عايش معك، فوق ال 55 درجه مئويه راح يكون ايضا عايش معك بدون اي مشاكل. مجانين، هذا اللي اقول لك اياه، مجانين. خلينا نرجع شوي نتكلم عن هذا الجوال. السيت اب الخاص بالكاميرات ايضا مميز، انت تتكلم عن 108 ميجا بكسل مثبت بصري، الحجم المستشعر 1 على 1.67 انش، مع مثبت بصري بتقليل بصري 3 مرات، مع 3 اوضاع بورتريه جميله جدا، مع طبعا تقنيات الذكاء الاصطناعي واللي تعتمد على حركه الاستشعار او الاي اي اريزر. يعني سوينا هذه التجارب والنتائج قدامكم زي ما واضح قدامك. لا مو بس كذا، على سيرة الذكاء الاصطناعي ايضا توافق العتاد والسوفت وير مع الذكاء الاصطناعي برضه موجود، والايكو سيستم العالي برضه موجود. نجينا الماجيك او اس النسخة الثامنة، انت تتكلم عن البورتل واللي يعتبر من الخصائص الجميلة في نقل اشياء بكل سهولة ويسر وثلاثة تامة مع الذكاء الاصطناعي. الكابسول من خلال الويندوز او النافذة الموجودة من مع الكاميرا الامامية برضه تفاعلية بشكل جميل جدا. عندك ممكن تحول جوال الى جوال جديد، لو تبي تعطي احد جوالك تقدر تبعد عن الاشياء الخاصه فيك بسيستم اشبه ما يكون بالجديد. هذه تتم الخاصيه هذه جميله جدا صراحه ومفيده جدا لو تبغاها تكون عن بعيدا عن المتطفلين. وتحسب انه العتاد بس بسيط جدا، لعبنا فيه اسفلت يا ابن الحلال، لعبنا فيه اسفلت على شاشه جميله جدا 1.5 كي الدقه 6.78 اوليد و120 هرتز و4000 نتس، والبي دبليو ام 3840 هرتز مع تقنيات لحمايه العين برضو، فهذه الخاصيه موجوده. فستيريو للسماعات، مالتي ميديا، جيمنج، تصفح، امورك في السليم. فما شاء الله تبارك الرحمن الجوال مليان مليان خصائص وامكانيات عاليه، لكن هذا حبينا نذكر الميزات اللي تميزه فعلا عن اي منافس. ما في اي منافس في هذا الستاندر وهالمعايير القويه الصراحه، ما عمري شفت كذا. اعطوا رايك في هذا، تشوفوا ان شاء الله، مع السلامه.